في انباء او معلومات تواترت كده يا كابتن ان الاتجاه ان جاد ما كانش يحكم اصلا اي مباراه في المونديال، وكان مستبعد، وكان ممكن يبقى حكم رابع فقط لا غير، او ناس اتكلمت انا مش عارف مدى صحه المعلومه دي ان هو يبقى حكم فار فقط لا غير. ثم حصل بعض الجهود المصريه عشان جهاد يحكم او ياخد مباراه في الدور الاولاني، كان ده صحيح؟ طيب الاول لما بنسمع كلام، طبعا احنا دلوقتي مصر ما شاء الله يعني كم اشاعات غير طبيعيه في كل المجالات، اكيد طبعا برضو من ضمنها التحكيم او كره القدم. اي اشاعه بتخرج بيبقى ليها صاحب، والصاحب ده بيبقى ليه هدف. لما النهارده احنا نروج اشاعات عن جهاد ان هو كان رايح فار او كان رايح حكم احتياطي او الكلام ده ملوش اسم الصحه من البدايات خالص. من 3 اشهر احنا عارفين مين الحكام تقريبا الاساسيين، عارفين مين الحكام الاحتياطي، عارفين مين الحكام الفار. الكلام ده كان بيروج حكام يعني في الخدمه، ما هوش حكام سابقين. لا 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 لا، فكان اعتقد ما عملنا تجربه برضو عملناها حكام في الخدمه مش حكام سابقين. لا احنا بنتكلم على الحكام اللي هم عاملين دلوقتي، احنا ما بنتكلمش على الحكام السابقين، احنا بنتكلم على الحكام العاملين. معروف من 3 اشهر في البطوله مين رايح وكل واحد دوره ايه. تمام. فاللي كان بيروج الكلام ده بيروج علشان يقول ان هو ليه دور في ان جهاد يكون موجود، ليه دور ان جهاد يلعب في كاس العالم. مش حاضر اتهم حد بعينه، لان انا من انصار ان انا ما بتهمش حد الا لما يكون تحت ايديا مستند او معلومه مؤكده. فطالما المعلومه مش مؤكده فطبعا الكلام ده مش أنا موجود. بس انا شايف من كلام حضرتك ان فعلا موضوع ان مالانج السنغالي يدير 3 مباريات بسبب وجود فاطمه اللي هي المرأة الحديديه زي ما بيسموها في الاتحاد الافريقي، اعتقد ان ده امر واضح ان في يعني عدم تكافؤ فرص على الاقل. يعني طبعا هو في يعني غبن حصل لحكام موجودين في البطوله من ضمنهم جهاد ان هم يمشوا وهم احسن من ناس ثانيه، ولكن برضو احقاقا للحق انا واحد من الناس ما كنتش مقتنع بملانج ان هو يكون موجود في كاس العالم من الاساس، ولكن من هو الأساس. ولكن هو بدا بدايه كويسه. بكاري جسامة كان مع جهاد برضو حكم مباراه واحده ومشي. لو افضل حكم في افريقيا 3 سنين. ما خلي بالك انت بتتكلم في جسامة رقم 1 وجهاد رقم 2. انت بتتكلم يعني قبل البطوله تصنيف المعنوية. تصنيف الاتحاد الافريقي جسامه رقم 1 وجهاد رقم 2. بعد البطوله ما خلصت اعتقد النهارده ان ملانجا اصبح رقم 1. حضرتك 3 مباريات. فبرضه احقاقا للحق هو قدم مستوى كويس، يعني هو زاد من المباراه الاولى للمباراه الثانيه للمباراه الثالثه قدم مستوى كويس. طبعا برضه الدعم وان انت تبقى مطمن وواخد الثقه وواخد الباور اكيد ده بيساعدك. نرجع تاني لموضوع جهاد وقصه ان حد ساعده وقصة ان في ناس تانية اتساعدت، على طول هنسأل بعضنا طب ليه جهاد ما تساعدش؟ طب احنا عندنا مهندس هاني ابو ريده وعنده القدرة ان هو يخليه يقعد. فعشان كده بقول لك بص انت في حيرة، هل فعلا حصل مجاملات او ما حصلش مجاملات؟ طالما مفيش حاجة تحت ايدينا واقعة مثبتة مش هنقدر نتكلم فيها. طب ممكن تدي كام لجهاد جريشة في الماتش انجلترا وبنما اللي قدره؟ خاصة ان هو يعني برضو اعدل الصورة شوية اللي كانت اتاخدت عن اللي حصل في ماتش او مونديال 2006 اعتقد كابتن عصام عبد الفتاح ماتش اليابان واستراليا اللي انتهى 3-1، وكان في خطأ واضح ضد الحارس الاسترالي وادى لهدف اليابان، لكن في النهاية استراليا كسبت الماتش. بص طبعا انت رايح لنقطة حساسة جدا ان احنا نقارن ما بين حكم وحكم تاني في كأس العالم، كل اللي راحوا كأس العالم ناس كابتن جمال غندور برضه حكم يعني نسختين كأس العالم، النسخة الأولى كان 20/10، النسخة الثانية تعرض لهجوم بشع ولا زال حتى الآن يواجه ضغوط. على الرغم من إن الخطأ يعني الخطأ مش بتاعه. طبعا على الرغم من الخطأ على خطأ حكم مساعد. الخطأين مش خطأ واحد بالظبط كده، حكم مساعد. اللي احنا عايزين نقوله جهاد ماتش إسبانيا وكوريا الجنوبية بالظبط كده، جهاد عمل مباراة كويسة، ودايما التقييم في البطولات او في المباريات دي بيبقى غير التقييم هنا. برضه حضرتك هتسالني تقول لي ازاي ما هو ماتش كوره وهم 11 و11، بس احنا لازم نحط في دماغنا الضغوط، وجود الجماهير، بطوله كبيره، انا عايز اثبت ذاتي، فكل الكلام ده بيؤدي في الاخر ان انت التقييم بتاعك بيختلف شويه عن التقييم هنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده ممكن ادي جهاد في ماتش محلي 8/10 واديله في كاس العالم 8/10، بس 8/10 هناك غير 8/10 هنا. بس انت ما قلتليش برضه هو ياخد كام في المية؟ انا وجهة نظري او المعلومة اللي عندي ان جهاد تقريره في المباراة دي 8.1/10. طب وده رقم كبير جدا في البطولة، ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، عشان كده ايه؟ ده بيختلف عن ده، انما لما جهاد ياخد هنا في مصر 8.1/10 لا نبدأ نتكلم معاه. تبقى اقل من الطبيعي. بالتأكيد. ده وفقا للمعايير اللي هي ايه اللي احنا بنتكلم فيها.
ولكن لو حضرتك بقى بصيت لو انت عايز بقى تمشي كتقرير حكم وان احنا بنقول ان التقرير من 100 وفي 10 فيهم على الملابس و10 شكل وعلى المظهر فانت الدرجه بتاعتك تعتبر من 9 مش من 10 تمام فلا ده طبعا ده درجه كبيره بالنسبه للجهاد والدرجه برده مش هتبقى مهمه قد ما هيبقى المهم الانطباع العام اللي هو كونه. طب بصراحه كده هل الازمه الشهيره طبعا مفيش حاجه العالم قريه صغيره دلوقتي بتاعت ماتش الزمالك والمقصه كان ممكن يبقى ليها دور ان جهاد ما خدش او ياخد دعم اكبر او ياخد ماتشات اكتر في كاس العالم خالص. الناس دي بتعرف كويس قوي ان هي تفصل في شغلها هم كل اللي ليهم اداء جهاد معاهم في المباريات بتاعتهم هم شكلها ايه تقاريره ايه اللي انا اعرفه ان بعد ماتش المقصه والزمالك حصل دعم كبير جدا سواء من الاتحاد الافريقي او من الاتحاد الدولي لجهاد وطبعا كالعاده يعني هم الناس بتشوف اللعبه واحنا النهارده بقى العالم مفتوح كله على بعضه شافوا اللعبه واتكلموا معاه نفسيا وعادي والامور بتمشي وكلنا معرضين للاخطاء بالعكس هم ساندوه اكتر ما احنا سندناه هنا يعني هنا هو اتقابل بهجوم شديد جدا بره هو اتساند على اللعبه دي كويس. لا ده ما كانش هجوم ده كان حفله. للاسف الشديد ان احنا بنتعامل هنا مع الحكم ان هو ده في ناس رفعت قضايا كابتن هقول يعني ايه هقول لفظ ممكن يعني هيبقى تقيل شويه لا الحكم هو العنصر الضعيف ما بلاش اللفظ اللي انا كنت هقوله لا الحكم العنصر الضعيف في المنظومه دايما هو الشماعه دايما مهما كان الخطا كبير نتعامل على قد ان هو خطا وما نتعاملش بقى ما نتفرعش وان هو تعمد وان هو يعني بلاش الحاجات اللي هي ايه يعني تمس السمعه او تمس الشخصيه.